صامت أنا في ثورتي، صامت أنا في ثورتي، صامت وعزمي منحتي، صامت وعزمي منحتي، عهدا على درب الشهيد، عهدا على درب الشهيد، حتى نحقق ما نريد، حتى نحقق ما نريد. بداية شكرا لكم جزيلا على حفاوة الاستقبال. First of all, thank you very much for the warm welcome. أنا حقيقة جئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى نيويورك تحديدا. First of all, I came to the United States of America and specifically New York City. لأن هنا مهبط الحقوق والحريات، هنا مهبط الحقوق المدنية والسياسية. Because this is the foundation of the human rights and the political rights. جئت لأقول بأن الشعب الذي ينام على الرصيف منذ 9 أشهر، هذا الشعب العظيم الذي يتلقى الرصاص والقنابل والأسلحة الثقيلة بصدوره العارية، شعب يستحق الحرية. I came here to say that for 9 months, the people in the street are being sleeping in the street for 9 months with an empty chest, receiving all kind of attacks, pure attacks by the regime. جئت لأني أعلم بأن في هذه البلد هناك شعب عظيم قادر على مناصرة شعبي وعلى دعمه وتأييده. I came here because I know there are great people who are willing to stand with the people of Yemen and to stand with human rights. جئت إلى هنا لكي أوسع ساحات الحرية والتغيير، فلا تكون فقط في صنعاء وتعز و17 محافظة في اليمن، أو كذلك في دمشق وفي درعا وفي حلب في وغيرها من المحافظات في سوريا، لكن لتمتد ساحات الحرية والتغيير إلى نيويورك. لهنا نطالب بالحقوق والحريات، بالمواطنة المتساوية، بإزالة القمع والاستبداد عن أوطاننا، وعلى رأسهم علي عبد الله صالح وبشار الأسد. I came here to expand the squares of freedom and change so that they don't only exist in Yemen, so they can exist around the world. And we here in solidarity with the people and Deraa, Syria and Yemen and all over the places. لدي هنا رسالة بعثتها إلى أمين عام الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي. هذه الرسالة سأقرأها عليكم وغدا سأقوم بتسليمها لهم. So I came here because I have a letter to the head of the United Nations. The Secretary of the United Nations, and I will read it here, and I will also hand it in to him tomorrow. سعادة السيد العام، الأمين العام للأمم المتحدة، السادة أعضاء مجلس الأمن المحترمون. Your Excellency, the Secretary of the United Nations, and the members of the Security Council. السلام عليكم. Peace be upon you. لو قدر لكم في هذه الساحة التي أخاطبكم فيها وأنتم تعقدون جلسة عن الوضع في بلادي. Can you repeat it one more time? Yeah. خليها بس. I will read it in Arabic and you will translate it. Okay? تقرأها كاملة وبعدين. In English. In English. Okay. So she's gonna read it in Arabic and then I will translate it for you guys. Okay. لو قدر لكم لو قدر لكم في هذه الساعة التي أخاطبكم فيها وأنتم تعقدون جلسة عن الوضع في بلادي أن تزوروا بلادي، لرأيتم دماء كثيرة تسفك وأرواحا تزهق، ولسمعتم أنين الجرحى رغم ما يملأ الفضاء من دوي القصف، قصف الطائرات والدبابات التي وجهها نظام علي صالح الإجرامي المستبد والفاشل. فاليمن منذ 9 أشهر تحولت إلى ساحة حرب طرفاها نظام قاتل من جهة وثورة شبابية شعبية سلمية خرجت من معاناة الناس وحاجتهم الإنسانية إلى الحرية والكرامة والأمن والحياة الكريمة. إن ما يجري في اليمن ليس منعزلا عن سياقات التغيير الذي قادته الشعوب في تونس ومصر وليبيا وما هو حاصل الآن في سوريا، وهو تغيير نال إعجاب الشعوب المحبة للحرية والديمقراطية، وكان محل إشادة وتقدير من العالم لأنه أكد مرة أخرى قدرة الإنسان على التغيير، وأن طلبه للحرية والكرامة لا محالة منتصر مهما اشتد عليه القمع
والبطش لأن نداء الحرية يظل يتردد في أرجاء الدنيا كما قال الرئيس باراك أوباما وهو يتأمل في مشهد الثورة المصرية. والحرية كما تعلمون أيها السادة الأفاضل هي شرط وجودنا الإنساني، فالتاريخ لا يصنعه العبيد وإنما يصنعه الأحرار، هكذا تقول التجربة الإنسانية. ولا تزال تجربة الثورة الشعبية العربية قادرة على الإلهام في مختلف أرجاء المعمورة، لأنها تخاطب ما هو جوهري في الإنسان وهو نزوعه الدائم للحرية. لذلك أيها السادة، أجد أنه من واجبي كقيادية في الثورة الشبابية الشعبية السلمية أن أذكركم بضرورة الوفاء لقيم الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية التي لا يزال أبناء وطني يدفعون ثمنها من أرواحهم ودمائهم. وأجد كذلك من موقعي كحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام أن أذكركم مبروك للجميع، مبروك لليمن وللوطن العربي ولتونس ولمصر وللإنسانية ولكل حالم بالحرية حقيقة. أجد كذلك من موقعي كحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام أن أذكركم بأن السلام لا يمكن له أن ينشأ في ظل الدكتاتوريات، لأن السلام يعني أن يتاح لكل الإنسان الحق في ممارسة حياته لتحقيق كمالاته الإنسانية في المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية كما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية. وكما تعلمون أن الأمن والسلام هما شرطا الحياة الكريمة للأمم والشعوب، وهما كذلك شرطا الحياة الكريمة للأفراد في مجتمعاتهم. وقد جعلكم المجتمع الدولي القيمين على صيانة الأمن والسلام، وقد رأى العالم كيف أنكم تحركتم لحماية المواطنين في ليبيا لما بدأ لمجلسكم أن أمنهم وسلامهم قد أصبحا في خطر. وإذا كانت شعوبنا العربية في اليمن وسوريا قد حرمتا من الحماية الدولية ومن نهوض مجلسكم الموقر بمسؤولياته تجاههم، فإني أدعوكم إلى مراجعة موقفكم بما ينسجم مع ما نصت عليه المواثيق الدولية. أيها السادة، أود أحاططكم علما لا أظنه خافيا على أحد منكم بأن أبناء شعبنا العظيم يتعرضون لأبشع حالات القمع والقتل أثناء مسيراتهم واعتصاماتهم السلمية المطالبة بالتغيير السلمي للنظام المستبد والفاسد من قبل أجهزة الأمن التابعة للأسرة والنظام العائلي في اليمن. وعلى الرغم من الالتزام الصارم للشباب اليمني بالسلمية في كل فعالياتهم واعتصاماتهم ومسيراتهم وعدم ردهم على العنف بالعنف، إلا أن قوات الأمن العائلي تحصد منهم المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى بشكل مضطرد، حتى وصل تعدادهم إلى أكثر من 800 شهيد قتلوا داخل وخارج الساحات، فضلا عن أكثر من 20,000 جريح الكثير منهم مصاب بحالات إعاقة دائمة وجزئية. وبرغم مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وصدور عشرات التقارير المطالبة بالتوقف عن قتل المتظاهرين ورحيل النظام استجابة لإرادة ملايين الشباب اليمني المرابطين في ساحات وميادين الحرية والتغيير في اليمن، إلا أن نظام علي صالح العائلي لا يزال مصرا على البقاء في السلطة رغم الرفض الشعبي له وارتكاب المجازر بحق المتظاهرين سلميا والتي ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية. لذا فإنني وباسم الشباب اليمني أدعوكم للقيام بواجبكم الإنساني والأخلاقي في حماية المتظاهرين السلميين في اليمن، وأطلب منكم اتخاذ قرارات فورية بوقف العنف بحق المتظاهرين وضمان حمايتهم، كما أدعوكم باسم الضحايا وباسم شعبنا إلى إحالة جرائم نظام صالح إلى محكمة الجناية الدولية والتحقيق فيما ارتكب من جرائم بحق أبناء شعبنا وتجميد أرصدته، تجميد أرصدته هو وجميع أفراد عائلته. الشعب يريد محاكمة السفاح، الشعب يريد محاكمة السفاح، الشعب
الدولي أن يتخذ إجراءاته الصارمة والفورية لإيقاف تلك المجازر ومحاسبة مرتكبيها، فذلك وحده ما سيعطي اليمنيين وبقية شعوب العالم الثقة بأن العدالة الدولية حاضرة ويدها طويلة، بما يكفي أن تطال علي صالح وعصابته وجميع المستبدين الذين يستمرون الوقوع في خطيئة قتل الأبرياء فقط لأنهم يرفضون الظلم ويطالبون بالحرية والديمقراطية. ورغم أن مجلسكم الموقر منعقد لبحث الوضع في اليمن، فإن المسؤولية تقتضيكم التعامل الجاد مع ما يجري في سوريا، وأجد من واجبك حائزة على جائزة نوبل للسلام أن أذكر المندوبين الروسي والصيني أن الشعوب أبقى من الحكام، الشعوب أبقى من الحكام، الشعوب أبقى من الحكام. Okay, so we will take questions. I'll translate them into Arabic and she will respond in Arabic.